اهلا وسهلا بمطبخ سوزان، وراح اعملكم شاورما سورية. طبعا قطعت الدجاج لشرائح الشاورما اللي احنا كلنا بنعرفها. نعمل خلطة سرية تبع الشاورما السورية. هيدا الليمون، وهي البودرة، لبن البودرة نيدو نحنا منقله، وهي وهيدا الثوم والقصص اللي عديناها. اوكي، وهلأ بنسخن الطاسة مزبوط، وبعدين شو بنحط فيها؟ الدجاج. بنقلبها بسرعة طبعا تحترق. طبعا هلأ بنتركها لحتى تستوي على مهلها. أكلات اللي بحب أطبخها مقلوبة، ملوخية، صيدة الدجاج، صيدة اللحمة بالكفتة، وهالقصص هاي. يعني دول أكتر شي بصراحة بعملهم. أنا عادة برمضان بفطر، جد بفطر تمرة ولبن بس العشاء بقى عشان أخذ راحتي مزبوط. بحافظ على وزني بأنه اليوم إذا أكلت كتير تاني يوم بخفف، بعمل توازن، بس باكل كل شي. المطبخ المصري بحب الحمام طبعا، حمام المحشي والمشوي، وبحب الملوخية بتاعتكو طبعا، والكشري والسمك، أسماك مصر طيبة. هلأ رح نتركها لحتى تستوي، بعدين بنحمرها شوي ومنلفها ساندويتش. أوكي؟ أتمنى تكون عجبتكم، وألف صحة وهنا. Thank you. باي باي.